سبب سيارتي غمض يعني الله يحفظكم شيء مزرعة من المزارع اللي استوى فيها المشروع اللي هو مال حظيرة الدواجن لتربية الدواجن، واليوم عاده وقت يعني يا وقت الانتاج، فحين مجتمعين ملاك المزارع اللي بيشتركون مع شركة جنان اللي هم بيلقون نظرة على طريقة اللي مثلا جايبين الدكاترة والمهندسين وتبع التربية وتبع يعني كل شيء يخص شركة جنان في موضوع المشروع الجديد هذا اللي هو انتاج الدواجن محليا في مزارع المواطنين. كل ما يختص في اي سؤال او جواب موجود الحين المكان اللي انا ساير اللي هو في غمض. فاليوم بيكون وقت الانتاج، المزرعة هذه ماخوذ منها مكان ومسوينه كان مجهزين الحظيرة من مدة طويلة، والحين عاد وقت الانتاج. فالمزارعين الملاك المزارع قالوا بنصير ابوي نحن نطالع المشروع على العين في عيوننا، لان الانسان عينه ميزانه، فبيصيروا يطالعون وبيجتمعون مع الدكاترة ومؤسسين الشركة والملاك والمزارعين، ويابين حتى شيف طباخ بيطبخ من دياي حي اجزاء وينذبح وينطبخ، وهذا كله قدامكم ان شاء الله. واللي عنده سؤال ولا علم ولا خبر من المزارعين هنا من اوصل اصور لكم الهس كله اذا الله يعلم اوصل اول ولاحجين على كل شيء. يلا الله يحفظكم مشروعي، يلا الله يحفظكم اللي نتكلم عنه واللي تتكلم عن الصحف والجرائد والعالم والمزارعين والملاك والناس كلها فرحانة عسب موضوع هذا، يرمي إلى أنك أنت تربي الدواجن عندك داخل مزرعك وقدام عينك، لكن طريقة نمو الدواجن نمو طبيعي، نمو طبيعي. شرات الدياي دياي الدار يعني شو اللي يخلي العرب حين ناس تبغض الدياي؟ الناس زايغة ومتروعة من الهرمونات والأسقام، طريقة التغذية وطريقة اللقاحات والشنتار والسقم هالي يتعاطى يستعمل ومباح يعني بترخيص، يغير في كل الأحوال مش صحي، أو ينصح بالابتعاد عن أي شيء يستعمل فيه، وإنها تنمو في بيئة طبيعية مش بيئة مغلفة مسكرة شبرة ومحكوم عليها هم بسلطين عليها كشافات يسرطن 24 ساعة عسب ينتبخن ويعطن وزن وللبيع. يعني القصد من كل التجارة اللي القصد من كل التجارة هذا بوي سقم ريج، سقم ريج الله يعز النعمة انزين. وكل مزارع من هالمزارعين الملاك يعني اللي بيتفقون ويا جنان اتفقوا يا جنان اوريدي كذا اتفقوا يعني هابوا حريتهم على هواهم، بغوا يبون العماله من اي بلد كان من اي بلاد تكون هم حرار على هواهم، يجيبون واحد يابو اثنين على لكن كل الموضوع الحظيره كامله ما تبلى موظف واحد فقط، عامل واحد هندي بنغالي من اي بلد كان، وسهل انه يتعلم لان كل شيء كهرباء وكل شيء اوتوماتيك، ما تتدخل اليد البشرية في ابدا، بس من برا كله بفصوص وكله بدقم، ما شيء اي عبالة، حتى الياهل يعرف يدير الحظيرة هذه لان شيء بسيط، الاسم اوتوماتيك يغير ولا هو شيء بسيط. الشركة يعني الله يحفظكم شركة جنان بتقوم تدريب العمالة اللي موجودة عند المواطن إن كان نفر ولا نفرين ولا ثلاثة، لكن كل الحظيرة الوحدة في المزرعة ما تبلى شخص واحد ما يزيد، لازم اللي من غير عاد البطران والفسقان عاد على هوا سوي اللي يبا. أصل الطير اللي هو الدياي اللي بتربيه اللي بيربونه المزارعين في مزارعهم هذا غير موجود في الدولة، غير موجود في الدولة، وهذا مقاوم ضارع على الحرارة وينمو ويعطي الوزن المطلوب من 7 إلى 9 أسابيع، من 7 أسابيع إلى 9 أسابيع يعطيك الوزن اللي مطلوب بدون
هرمونات، بدون تغذية غريبة، بدون يرقد ويأكل ويشرب في المزرعة. لكن اللي يفرق النوع هذا من غيره نوعية الطير، هذا نوعه. فلذلك يسوي طعم لحم، إنتاج اللحم ماله يختلف عن كل لحم طير في الدنيا العودة. وايد مهم النوع هذا ان الناس تتداوله وتفنده عن غيره. شو السبب؟ اولا على فكرة ما بيكون رخيص حتى في بيع في السوبر، يعني بيكون اغلى عن الموجود حاليا، هذا اللي كله هرمونات اغلى عنه، يا غير اصح ونسبة الدهون اقل. وايد علوم الها اول مالها اخر، من متى وانا حين اكثر من اسبوعين ثلاثة وانا بين فترة ثلاثة، يا غير ما اقول انا ساي المكان الفلاني وياي المكان كذا اجتماع وكذا يلس وكذا رمس وكذا ورقة اللي قريته وفي كتيبات كل موجود. يا غير هذا انا بكون وياكم مدة 14 يوم لو اسبوعين، لو ما كان الموضوع هذا ضروري والله يا ابوك ما افتكرت ولا اهتميت. يا غير انا يهمني مصلحة هل بالمزارع، غمضني ثلثين ربعنا مزارعهم شي محطوطات وقف في حب الله، لا شغل ولا ضمنه، واللي منهم انتج مسوي شطارة مسوي عمره بالعريف وانتج، لا عنده طريقة التسويق ولا عنده طريقة الحفاظ ولا عنده طريقة العلاج ولا طريقة حاطين في بالهم بس ينفخون الدياي ويكثر ويبتاع. ليش ما يتسوق؟ شو السبب؟ سوء التسويق، لأن المنتج مش جيد. لازم المنتج يكون جيد عشان تقدر تسوي للتسويق، الناس تطعم، الناس بعد ما بدبش تعالوا وعقف بطونها ما يستوي، الناس تطعم تعرف العدل من المايل، تعرف ان هذا شيء زين شيء صح. الأول الناس ابوي بطونها كل واحد تحرى درام تعالوا لايم فيه، حين لا كل شيء ابوي الناس تعرف، تعرف حين الصغيرون اللي توه ظاهر مستوي يعرف يختن ابليس ويداوي ما يخلي شيء ما يعرفه. فلذاك الاول الناس ابوي تبع اي شيء وعقته ببطونها، الحين لا تتنقى وتتخير والمعروض اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد الدنيا ريخة حينه. فلذاك لازم يتنقى شيء زين حقه وحق لهالبيت والعماله، لانك مثل ما بتاكل شيء طيب بتطعم حتى عمارك شيء طيب، هذا كملك من لجر. دنيا كلها أمراض وعواق ويهاد، الناس يبوك عيزة الحكومة وهي تعالج، عيزة الدنيا سفر وسفر 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 وسفر، لا والله التقى تبقى إن شاء الله حاد منك. تعرفون في المزارع العادية حاليا، المزارع أي مزرعة، مزرعة الدواجن موجودة في البلاد ولا غير البلاد، إن تدرون في المتر المربع الواحد كم طير يلوي في هالمتر؟ 20 طير في متر، 20 طير، وكل طير تفرض نفترض وزنه كيلو، عباس على دباس ما يرومن يتنسخن. فلذلك يغدي لحمهن عضلهن ريحتن كل منهج. الطيور اللي نحن الحين نرمس عن الشركة هاي وطريقة تربيتن 12 طير في المتر، 12 طير في المتر، فرق بين انك تربي 20 طير في متر و12 طير في متر، فرق السماء على الارض. هذا اولا. ثانيا انك انت تحكر الطير في محكر ويسرط وعقب 10 ايام تذبحه في 2 كيلو، فرق من انك انت طعم طير وياكل روحه شبعت ويرقد وينش ويمشي في الحوي في المزرعه روحه يتجول، مش ان محكور ياكل ويرمي لحم وشحم وتعال انت ذبح عقب 10 ايام. سحر هو ما بسحر، هو ما بسحر ابوي. كلم العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. يوم انت حين بتحط لك بيضه وعقب 10 ايام استوى الدياي كبر راسك وتعالوا لايم، والله سالفه هذا السحر، هذا اللي حين حاصل. لكن الحين اللي نرمس عنه ياخذ من 7 إلى 9 أسابيع، من 9 أسابيع لين ينمو. اللي موجود حاليا 10 أيام 15 يوم اذبح 2 كيلو. أنا أبوه سحر، هو ما بسحر كم فيكون. فعلى الأساس شو السبب ترتفع قيمة المنتج هذا؟
يسمونه فري رينج. فري رينج لأن مساحة كبيرة ضعف الحظيرة هاي كلها للدياي، للدياي يول ويتفسح ويتمشى وينفح عن عمره. فلذلك شرات البنادم، بنادم بتحطه في محكر ولا طير في محكر ولا دابشة في محكر، ما تفقدي بخير. وين بتيها بخير؟ وين بتيها؟ وين بيها الخير ولا وين بتيها العافية؟ قال انفخ يا شريم، قال ما مش برطم يوم ما شي برطم، وين بتيه العافية؟ ولا علته في بطنه وين بتيه العافية؟ ما شي، ترى السبل محكورة، محكورة الطير في مكان واحد ما شي مهر إلا الصراط. فلذاك انتفخ، يجي لي يا رب ارحم. هذا أولا. ثانيا ناهيك هو عن المضادات الحيوية اللي يزجونها الطيور هالمزارع اللي من غير. الحين انت روحك بتدير عمرك، بتدير سامانك، روحك يا المزارع وحلالك روحك، شوف عينك بيون بيعطونك الإرشادات، بيعطونك كل شيء، طريقة والعلم والخبر، وانت ما يخصك. لذلك بتطمن لأنك انت هذا مربنا، روحك منتج مربنا وبتبيع منه ودخل كامل عندك سنوي 140,000 من طرف مزرعك. هذا دعم، دعم من الناس اللي الله مسخرنها للمواطنين، مش ربحية، لا ربحية عندهم أبوي مشاريع تفوق المليار، يبون مساعدة المواطنين لأنهم هم مواطنين ومروا في هالظرف قبل وخطفت عليهم ظروف. يا أخي رب العالمين الحمد لله من أسعد. إيه نعم، قال أبوي بدال ترى هو متعارف عليه أن الخير يخص والشر يعم. قالوا لي يا أبوي نحن أبوي مثل ما بدنا الخير نحن بنخلي بد الخير أبوي بنيعمنا وجماعتنا وكل إنسان ملاك المزارع اللي في أبو ظبي لازم يبدهم. شو السبب يا سادة المزارع اللي وقف يعني معقولة؟ لا والله، في كل مزرعة أبوي كل إنسان يقدر يسوي له شيء ويدخل عليه دخل دائم، ما بدخل شبه داهم، والعقد 5 سنوات، لا بشهر ولا بسنة ولا بسنتين، 5 سنوات، 5 سنوات متتالية. شيء طبيعي كالعادة آخر واحد يوصل أبوي في المجموعة هنا، جيتوا لأن الجماعة كلها أبوي داخل مزرعة عادية. بالعكس كانت المزرعة هذه مهملة وحاليا استوى فيها المشروع وجهز وابتدى حينه. هاي صمعات اللكن مالها، مزرعة عادية ما في أي شيء، ما في أي شيء، كل شيء فيها طبيعي، ما في أي شيء، ما في شيء زيادة يعني، ما في صريمات شرق وغرب، وكانت مهملة. جت الفكرة وسوى أبوي اشترك وياهم، وكانت هي أول مزرعة في الاشتركة، وحين مجتمعين الجماعة كلهم في الخيمة هذه، المزارعين اللي جايين يطلعون المشروع ويبتدون الكلام، وأنا حين آخر واحد بدخل. آخر واحد واصل أنا. كنا نقول الفكرة ونعرض بعض الصور والتصاميم، اليوم الحمد لله تزرحونه في المزرعة وتشوفون شيء واقع، وتشوفون الانتاج، وتشوفون البيوت اللي كنا نتكلم عنها، وتشوفون الأعمار اللي وصلنا لها. إن شاء الله في سيال راح تذوقون المنتج بإذن الله، وتشوفون الطعم اللي كنا نتكلم عنه في سيال العام الماضي. نبدأ بحديثنا في البداية عن شركة جناب وفكرة المشروع هذا. نحن كشركة بدينا في 2005 في برنامج توريد الأعلام، نحن شركاء استراتيجيين لحكومة أبو ظبي، وندعم ملف الأمن الغذائي لحكومة أبو ظبي والدولة بشكل عام والمنطقة. فكانت أغلب استثماراتنا خارج الدولة، استثمرت شركة جنان في أمريكا لدعم برنامج بشكل رئيسي، لدعم برنامج الأعلاف. اليوم الأعلاف اللي تشوفونها بنقاط التوزيع جزء كبير منها من شركة جنان، مورد من أراضي زراعية لشركة جنان. بعد مرور 10 سنين أصحاب الشركة قالوا نحن الحين اكتسبنا خبرات كبيرة خارج البلد، وصار عندنا خبرة
في أمور كثيرة تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية، يجب أن نفيد المواطنين المقيمين في دولة الإمارات بالأخص في إمارة أبوظبي بالخبرة هذه. فشفنا أفضل مشروع، أول مشروع تقوم فيه شركة جنان، موضوع مشروع الدواجن فري رينج. وكان صدقوني يا اخواني كان بامكاننا بكل بساطه ان نحن ناخذ اراضي خاصه لنا ونسوي المشروع واحد وبيكون بربحيه اعلى، لكن كانوا اصحاب الشركه من هذه الحلقه جزء من هذا المشروع، ومش جزء بشكل اني انا استاجر اليوم الارض من المواطن وابني عليها، لا، مع ان هذا الموضوع بعد سهل، لا، جزء ان المواطن يكون معاي في التربيه، معاي في النجاح، نجاحي من نجاحه، يكون منظومة الشركة معتمدة على المزارع. وهذا نهج يعني تعلمناه من الشيخ زايد الله يرحمه وطيب خاطره، خلى المنطقة هاي تتعلم الزراعة وهي مش منطقة زراعية أو مش ناس يعني عندهم تاريخ الزراعة، لكن اجتهدوا الناس واشتغلوا، وكان هذا اللي يبغى الله يرحمه الشيخ زايد، وهذا اللي علمنا إياه. ونحن اليوم هذا اللي نبغى، نبغى المواطنين 265 اللي هم في المرحلة الأولى معانا يتعلمون الطريقة هذه من الإنتاج، ونحن إن شاء الله ننجحهم في هذا البرنامج. الحين باختصار نروح للإنتاج اللي في أول بيت بنيناه. المشروع هذا نحن عارفين وضع المزارعين في إمارة أبو ظبي المربين للدواجن، وعارفين المخاطر اللي قاعدين يخوضون فيها، فنحن ماخذين كل الاشياء هذه في عين الاعتبار. اليوم نحن اللي نطلبه من المزارع انه يبني البيت، تكون عنده مزرعه في اماره بورد يبني البيت، وحتى بنيان البيت نحن راح نقوم فيه عشان نتاكد ان البيت على المواصفات المطلوبه وتحت اشرافنا، وهذا مو يعني شغل نحن ندور من وراء ربحيه، لا، ضمان ان البيت على المواصفات المطلوبه. وقاعدين باذن الله نشوف لكم حلول مع خليفه فان مع بنوك ثانيين مشان يمولوا لكم البيت هذا، ان شاء الله نوصل لنتيجه معاها وبنعلمكم. الصيصان، الاعلام، الدعم الفني، واستلام الطيور عليك شيء الا تمشي على البرنامج اللي احنا حاطين لك اياه، تحط عامل تدفع فاتوره الماء والكهرباء والباقي كله عليك. فيصير المزارع تركيزه الرئيسي فقط في التربيه وفي متابعه البيت، اما السوق ارتفع نزل هذا علينا. نوقع كونتراكت 5 سنوات مع المزارع، اذا مشى على الموديل اللي نحن متكلمين فيه يطلع له 140,000 صافي ربح افريج، ممكن يكون اكثر اذا كان المزارع شاطر، بس نحن حسبنا الافريج المعدل يطلع له 140,000 من المساحه هاي اللي شفتوها. يعني المزارع ممكن يزرع نخل يستفيد من المساحه الثانيه من المزرعه، هاي المساحة بس بتدخل لها 140,000 صافي ربح في السنة كاملة. في السنة كاملة. احنا مو مسوينا دعم، مع ان المواطن يستاهل الدعم، لكن نحن نبى المشروع هذا ما يكمل سنة وسنتين ويوقف، يستمر عشرات السنين. هدفنا ان شاء الله نوصل 1000 مزارع بعد 5 سنين، بعد 10 سنين. هذا اليوم المنتج ما راح يخرب على المنتجين اخواننا المواطنين في الدواجن، لا، هذا منتج مختلف، هذا الفري رينج منتج بريميوم كواليتي مختلف مش موجود عندنا اليوم. اللي موجود في السوق هو عباره عن استيراد باسعار غاليه جدا. انا راوني الشباب اسعار، يعني يتكلمون عن 90 120 درهم 150 درهم للدياي الوحده، موجود في المتاجر هني مستورد بسعر غالي. نحن لا، نبي ويكون باسعار معقوله للناس، ومش بس للناس اصحاب الدخل العالي، لا، اصحاب الدخل المتوسط يقدرون يشترون هذا المنتج. منتج صحي في فائده، الدكتور بيدخل بتفاصيل اكثر الحين ان شاء الله وبيشرح لكم. ونحن اليوم بعد الزياره هذه ندعوكم تكررون زياره ثانيه في سياره، تشوفون تذوقون المنتج على الطبق، وتسالون من 12/12 الى 14/12 معرض سيال وشركه جنان ماخذه ستاند ضخم يستوعب
أعداد كبيرة ويزورونا وتشرفونا مرة ثانية. ونحن نعتذر في مزارعين كثر يمكن التحدي اللي يصور الحين وهذا وتنتشر الفيديوهات يقولون ما دعيتونا، يعني ما نقدر المكان مثل ما أنتم شايفين ما يستوعب عدد كبير، لكن قلنا عينة من المزارعين إن شاء الله تمثل الناس اللي ما حضروا، والناس اللي ما حضروا اليوم إن شاء الله بيشرفونا في سيارة. هو بني على أساس إنتاج لحوم دواجن عالية جودة للسوق الإماراتي. إنتاج هذا يتميز حيث النوعية عن الإنتاج التجاري التقليدي، هو أنه لا يتناول أي مضاد حيوي أو أي أدوية خلال فترة التربية. هذا الدجاج اللي أمامنا الآن لم يعطى أي مضاد حيوي، لم يعطى أي دواء، ويعطى فقط علف ومي ولقاح. اللقاح حسب الجدول الزمني المرسوم للقاحات الموصى بها من قبل الأجهزة البيطرية في التربية، يعني أن نوعية اللحمة راح تكون خالية من متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية اللي أكثر المشاكل الآن اللي الناس عندهم حساسية من الأجواء والغبار والطلع، هي جاية من استخدام هذا النوع، ولا هرمونات ولا بروتين حيواني ولا هذا هو. ثانيا تفرق عن الدجاج التقليدي هو هي أبطا نموا، نعم، وبطء النمو هذا أيضا يعود بالفائدة قلل أولا نسبة النفور، نسبة الوفيات يقللها في المعدل العام، يعني يمكن لا تتجاوز اللحمة التقليدية الدواجن التقليدية سريعة النمو طبعا، ولكن في مع سرعة النمو تواكبها زيادة كمية الدهن المترسبة في الجسم. والآن يعني الآن الناس تتحوط صحيا من زيادة نسبة الدهون في اللحم، هذا ما يكتنز ولا يرسب شحوم داخل البطن أو تحت الجلد لأكثر من سبب. السبب الأول هو أنه هذا إذا راح نشوفه إذا شفناه حتى حركة ويطير ويلعب ويمشي، فهذه الحركة هي كافية لأن تستهلك الدهون إن كانت فاعلة، هذا هو. ثانيا كوراثيا العروق البطيئة النمو يكون قدرتها على الترسبات الدهنية أكثر، هذا أولا. ثانيا احنا من نجعل الطير يمارس السلوك الطبيعي، يطلع يتحرك حركة كافية، يشوف الضوء الطبيعي، يتنفس الهواء الطبيعي، هذه بحد ذاتها كافية إلى أن تحسن حالة العامة للطير وتحسن إبطاء فترة النمو مدها إلى 50 يوم أو إلى 50 يوم أو حدود 50 يوم أو أكثر قليل، هذا يعطي فرصة للطير لأن يكتنز خواص النكهة الحقيقية زمان الدجاج البلدي نسميه، وراح نجي شنو ميزة هذا عن الدجاج البلدي. بس هنتكلم عن ميزة هذا النوع عن الدجاج التقليدي التجاري. المسألة اللحمة مختلفة، قوام اللحم مختلفة. إذا نجيب نذبح دجاجة بوزن واحد تقليدية ودجاجنا هذا ونعطيهم نفس النار أو نزيد النار شوي فترة الطبخ نزيدها، هذه تبقى لحمة صاملة، بينما ذاك تشوفها تتروح تفتفت. فهذه يعني من ميزات اللحم وصفات الطبخية باللحم، إضافة إلى قلنا
قد سائل يسأل يقول لك طيب أنت ما سوي شيء، كان في عند الدجاج البلدي ودجاج العرب وكذا ونفس الشيء. نعم دجاج العرب 120 يوم يا لو تلحق تذبح لو ما تلحق تنطي 8 كيلو علف لو أكثر، إذا ما يصلح دجاج هذا. ثانيا دجاج العرب الجلد خفيف وأيضا يختلف اختلاف في الهيكل العظمي، هو إذا هذا العرق أو هذا النوع من الطريقة هو ابتسم. الخواص الجيدة في الدجاج العرب اللي ربيه بالتربية المنزلية وابتسم وتميز عن الدجاج التجاري، يعني هذا الحقيقة باختصار. ما يحتاج طبعا، أتمنى أنت حتى تهدف إلى الربح تحتاج إدارة، يعني مثل ما نقول إدارة يعني ومتابعة دقيقة. بالنسبة للجانب الفني هذا جنان هي راح تتولى فيه، تشرف عليه من تحضير الحظيرة، من تتأكد من التعقيم أو هي راح تحقق، بس رفع الفضلات لا، يعني المزارع لأن هذا راح يبيع فضلات تباع الطن ب 200 درهم في خلو الحظائر من أي مسببات مرضية، يعني نفحص فحص مختبري ونقول أنه ما فيها أي مسبب مرضي ونمطي بالتفاح. فالجانب الفني هذا راح يكون علينا. المعدات الموجودة هي معدات مثل ما تستخدمها في التقليدي، ونفس نظام توزيع العلف، نفس المشارب، نفس التبريد، نفس الغير، هو فقط الإضافة الموجودة هو الحوش الخارجي. الحوش الخارجي اللي يعني نربي فيه حقيقة هو النظام، حتى أكون يعني أيضا واضح وصريح، أبو عامر خلف رحنا شفنا زيارة في فرنسا على نفس هذا الموضوع، كان الجو المساحات طليقة مفتوحة، فإحنا ما نقدر نعملها مفتوحة. في المناطق الباردة أيضا ما يقدروا يعملوها مفتوحة بسبب انخفاض حرارة، يعملوا أيضا شغلات مختلفة. فإحنا حتى نتماشى مع ظروفنا الجوية بالأخص في فترة الصيف، يعني عملنا هذا النظام والحمد لله التباشير الأولية تشير على أن النظام يعني ناجح وما كما هو مخطط له. يعني للأسف بالصباح تقريبا نسبة كبيرة أغلب الدجاج يطلع برا في المساء في ساعات الصباح الباكر، بعد 10 يبدي ينسحب تدريجيا. احنا نريد منه اذا قدرنا نحصل هذا النوع من السلاله او النوع هذا من الدواجن، مو بشيء جديد، هذا موجود في اوروبا وفي امريكا فري رينج، وتقريبا يعني الاحصائيات اللي عندنا تقول ان 20% من الدول هذه اللي ذكرناها استهلاكهم من الفري رينج، لكن النسبه اقل عندنا نحن في الامارات اللي ما عندنا نسبه يعني تكاد لا تذكر. فهاي النوع من التربية والنوع هذه من السلالات موجودة، مو بشيء جديد نحن جايبينه، عالميا معترف فيها، في كل دولة لهم سيرتيفيكت خاص للفري رينج، ووصلوا تقريبا 20% استهلاك وتجاوزوا 20% في اوروبا. تعقيبا على ملاحظة ابو عامر ان شاء الله خير، نعم هو في العالم هذا ليس يعني موجود في العالم، والان التوجه العالمي نحو الدواجن بطيئه النوع، تذبح 3 ملايين طير، مليون منها بطيئه النوع، مليون للسوق المحلي. الاسواق في اسواق معينه تمنع عرض الدجاج الطبيعي للتربيه التقليديه للتصدير او لفئه معينه من الناس، هذه اولا. لكن في أنظمة متعددة في العالم وفي تسميات مختلفة وفي درجات أيضا، في هولندا يكون 3 درجات، يعني مثل هذا يعني يعتبر درجة تقول عليها على درجة لازم. النقطة الثانية اللي نبهني بها حمد الله يخلف عليه، هذا الدجاج ما معدل وراثية، دجاج طبيعي 100
اباء معروفين للاخوان الفنيين هو اباء رود ايلاند. بالنسبه لهم اكثر تحويل غذائي هذا كانوا يستخدمون الباك يارد في امريكا ولا زال، بس طبعا صارت عليه تحسينات وتطويرات وهذه المايه. فهو دجاج طبيعي، طبيعي اصلا، طبيعي غذاء، طبيعي تربيه. ننتقل الى نزور البيت داخل تشوفون التربيه الموجوده اللي عند البيت موجوده. شو التعديل اللي بيكون؟ التعديل بيكون في الفري رينج. بنشوف اول شيء نشوف البيت اللي عند المزارع. في بعض المزارعين يقول لك انا عندي البيت وابغى احوله على نظامكم، نسوي تقييم على البيت ماله، نشوف الملاحظات اذا كان محتاج اي تعديل ونعدل عليه ونسوي الحوش اللي هو اللي يسمح الخارجي اللي هو يسمح لحركة الدياي في الحوش. طيب هذا بالنسبة للكلام على بيت واحد اللي هو تقريبا 40 سنة. اي نعم. واللي عنده أكثر من بيت؟ بيتين أو ثلاثة. يستوي ضعف، بس نحن حاليا على أساس ما نزعل الناس. نعم. نبقى كل واحد ياخذ بيت. مشان يزيد عدد المواطنين المشاركين والمستفيدين. المستفيدين يزيدون. اذا شغل واحد في الرنج الثاني ما يقدر يشغل الدياي تقريبا، فبيكون خسران وقفه البيت الثاني. هذه يمكن نقطه صحيحه كلام الدكتور. انا مره كلمت الدكتور لان العلامه الثلاثه عندي، فمره قال الدكتور نقدر نضبطها ونسوي عنبر واحد. عنبر واحد بس يكون طويل. هاي بعد احتماليه. نحن الحالات الخاصة نبى ناخذها يعني بشكل خاص ونقعد ندرسها ونقيم كل حالة ونشوف كيف نقدر نحلها. بس لازم تربيها في يوم واحد حتى. ايه في يوم واحد. نعم. بالنسبة لي أنا الثاني على صندوق خليفة بيتين، بس بين البيت والبيت 20 متر. بين البيتين 20 متر. نعم. مو جديد البيت، يعني واحد أول دور في البيت الأول. نعم. الثاني بعد جديد ما معنا ذي شيء. نحن بنشوف الحالات الخاصة. طيب. يروح فريق فني مع الدكتور. نحن المرحلة الأولى نوصل نبى إن شاء الله نوصل 256 مزرعة أو 256 بيت. هاي المرحلة الأولى. في سيال إن شاء الله في أوردي، نحن ناس بدوا معانا من سيال العام الماضي وإن شاء الله راح يوقعون معانا 40 مزارع في سيارة. هذه لك بداية لأن المشروع أقل رقم لازم يكون في قريب على 30 مشان الدورات تكتمل ويصير في إنتاج للسوق. اختصار سيال شو؟ سيال فود، هذا معرض عالمي. أه. ما أعرف والله شو بالضبط كلمة سيال تعني. مرة يصير في فرنسا، مرة يصير في دول أخرى. هذا اللي يستوي في أرض المعارض. اللي يستوي في أرض المعارض في أبوظبي. متى بيستوي؟ من 12/12 إلى 14/12. نحن موجودين 3 أيام لجميع المزارعين اللي يعني يعتذرون، نعتذر منهم ما حضروا اليوم، يجونا هناك ونحن حاضرين نجاوب على أسئلتهم ويذوقون الدياي بعد إن شاء الله. ومهم بعد حق اللي بيشتري، في حد يقول لك انا ما عندي مزرعه بس يهمني ان المنتج هذا يكون متوفر في السوق مشان اشتري. هل انتم تقدرون تعطون كل انسان بيجيكم المعرض دياي ولا اللي؟ نعم نحن طال عمرك الانتاج مال البيت هذا مخصصينه جزء منه حق الناس اللي بيزوروننا بيذوقون، والجزء الاكبر راح يتوزع على الضيوف اللي يجونا بالكراتين. كل واحد يشيل 5 أو 10 ما ادري حجم الكرتون كم صغير الشباب ياخذ معاه ويطبخها في البيت ويربه. جزاكم الله خير. على طريقته يشالونه واللي تقريبا البيت تقريبا تقدرين البيت مع حوش. نحن طال عمرك تكلفة البيت المرحلة الأولى شاركنا مع بعض الأخوان وكان عندهم شوي تحفظ على السعر. نحن 140,000 أعيد 140,000 صافي ربح مع التكلفة الأولية اللي نحن حاطينها. كانت ما استمعنا لبعض المزارعين قالوا نحن عندنا تحفظ على التكلفة ويمكن في نشتغل ان نخفض في التكلفه. فاذا صار وان شاء الله انه راح يصير اي تخفيض في التكلفه هذه راح تعكس على الفائده اللي انت راح تحصلها، يعني صار المبلغ راح يكون اكثر عن ال 140 ان شاء الله. لكن ما نبى نعلن عن الارقام هاي لين ما نخلصها مع الناس الفنيين وبنبلغها ان شاء الله للاخوان. ان شاء الله.
البيت شامل الفريرينج كمان؟ كامل 30,000 شامل الفريرينج. نعم هذا المبدئي، لكن شغالين نحن الحين على تخفيض التكاليف هذه علشان الفائدة تكون أكبر لصاحب البيت أو المزارع. متى متوقع بداية المشروع؟ نعم نحن حاليا السؤال اللي أعطيك على الجواب هو إذا مثلا بعد 5 أشهر 4 أشهر إحنا كمزارعين ليش ما نبدأ من الحين؟ يعني كل شهر نأخذ جزء من الراتب أو نبني البيت على مراحل. سؤال مهم. نحن طال عمرك الحين راح نبني الفرقاسة أو الهاتشري، هذه يعني متوقعين إن شاء الله على نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع الجاي يعطونا الكونتراكترز اللي عرضوا علينا الأسعار، بيعرضون علينا الأسعار الفترة الزمنية لانتهاء الهاتشري. نحن متوقعين أنها تكون يمكن في حدود 5 شهور، لكن يعني خلونا نتريى المقاولين يعطونا الفترة الزمنية. خلنا نفترض افتراضيا أنها 5 شهور من اليوم، 5 شهور من اليوم هاي الفقاسة بتكون جاهزة. في نفس الفترة هاي نحن بنجهز بيوت المزارعين مشان يوم الفقاسة تكون جاهزة، بيوت المزارعين تكون جاهزة. وأتوقع يعني فترة 5 شهور بتكون كافية إن شاء الله لتجهيز بيت مثل هذا اللي بتشوفه إن شاء الله. البيوت اللي بتكون جاهزة. بين كل دورة ودورة 3 أسابيع. 3 أسابيع نريح البيت ونفحصه ونكمل تعقيم وفحص. أما عمر الدياي يكون دكتور من 7 إلى 9 أسابيع، هذا العمر مال التربية الدياي. العمر من 7 إلى 8 لهذا العرق. بس إذا نزل بس هاي شوية خلي أوضح الموضوع هذا لأن يصير في جدل كثير. فترة التربية تعتمد على سرعة نمو العرق اللي إحنا جايبينه. إذا نتكلم على هذا بس إذا راح نجيب بالمستقبل شوية أبطأ نمو يمكن يصير 7 أو 9، لكن الحالي هذا بس 7 أسابيع. بس هذا كل ما طالت فترة التربية المزارع أرجو أن يخلي في باله شغلة أنه إذا امتداد فترة التربية بسبب العرق نفسه لا يعني أنه على حساب له. هاي بس أبدأ أوصل يعني أنت يجيك الصافي المكور المفروض إذا يعني هذا من الله 140 هو هذا الحساب. يعني بكرة مثلا أكو عروق بطيئة النمو ولكن تكون لذيذة أكثر إذا جبناها غير حساب السعر. كم تقريبا عدد الديوات في كل عنبر أو في العنبر؟ المتر المرقع الواحد 12. سؤال جيد 12. وبالتربية التقليدية يمكن يصير 22. هاي الفرق دكتور انك انت في المتر المربع الواحد تعطي بالتربيه الفري رينج الكتله الحيويه الوزن الكلي على المتر المربع الواحد بالتقليدي ممكن تصل 34 بالتربيه المضبوطه 32 وفوق 32 هذا لا يتجاوز ال 25 لازم ككتله حيويه المحسوبه على اساس مساحه البيت فقط مو مساحه الحوش. يعني في له فرصه لممارسه يعني اغلب العناقر اللي انا شفتها عندنا حاليا 760 متر مربع 720 متر مربع تقريبا 7 على 12 على 11,000 تقريبا بالتقليد اي انت تقريبا اقل بيكون اقل بيكون 8 8000 احسب لك على 12 امورك طيب. بس انا اتمنى على المزارعين شيء يعطون موجودين السايلو هذا اللي يشوفوه ترى مهم جدا جدا. شلون راح تعمل منظومه توزيع علف؟ اول شيء النقل اسهل والعلف يكون المفروض ارخص هذه وحده، لكن احنا يهمنا تامين الشروط الصحيه الصحيحه فهذا احسن. ما اتكلم بيه عشان شيء دكتور نحن قلنا ان البنيان واشراف البنيان نبى نحن نكون داخلين فيه اساس نضمن ان المواصفات مطابقه للشغل اللي نحن نشتغل عليه.
كل الشباب عاد الله يحفظكم ظهر وحين من داخل خيمة الاجتماع و سايرين إن شاء الله جدا العنابة. أبو محمد يسمع. محمد هاي نقطة مهمة قالها أخوي حمد، قال المزرعة الفري رينج ما تطلع ريحة مثل المزارع الدواجن الثانية. إيه. وهذيك المزارع الناس ما تحب حتى تزورها. وحتى مخاري من تخاف على الشارع العام تروح ريحة الوهف. هني لا، لو بتبني استراحة، لو بتسوي هذا بعد صاحب المزرعة بيقدر يزورها يعني. استغل استغلال الأمثل بيزرع وشذي. بعكس هذيك ما شري حتى وهف يعني. ما تسوي إلا زين. يا الله يحفظك. انا نعولي بوي ما بحينات علي اغطها في الماء انا اصير حافي ولا اخط نعولي. هذا ابو محمد بعد ترى عمره صغير. كم عمرهن هذه الحين؟ الدكتور بيعطينا اظن 36 يوم بياكد لنا. وهذه لاك اللي في الطرف هناك الاكبر اللي تقريبا مكتملات جاهزات للذبح اللي هناك في الطرف فبيخبرنا الدكتور. الحين الصوت ما بيكون واضح عاد خلاف. بخليه عدالك. زيت يمل. بخليه يوقف عدالك. زيت. يعني الجو الداخلي أحسن من الجو برا. شوف. سبحان الله. ما في ريح. إيه والله. ما شيء ريح وبراد. براد. هذا دكتور هذا كم عمره اللي؟ هذا 35 وذاك حوالي 45. يعني 35 يوم هذا. هذا تم 35. هذا تم 35. هذا يوصل الحين كيلو؟ لا هذا فوق هذا اساسا اكثر تقريبا وصل كيلو ونص هذا لهناك. اي بس 46 يوم. اي نعم فوق الكيلو يستوي. فوق الكيلو. وهذا الحين معناه دكتور الفري رينج شو معناته؟ يعني الحوش الطبيعي هذا هو هذا هو هذا كله هذا معناته فري رينج. شوف الركض، شوف يعني حركته هذا ما له ما 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 يتم بالداخل التقليدي اللي متعارف عليه في المزارع. شوف الحركة. شوف الحركة وتتهاوش. تتهاوش. زين هذه يعني فيميل مو الذكر يكون أكثر. كم أسبوعك؟ هذه 35. ما شاء الله. سمين. دكتور على فكرة زين أنت ذكرت أن هذه كلها إناث؟ لا إناث وذكور. الغامق ذكر. ما في عندهم الفايتنج هذا لا الكريم لكن التغذية بس خاري. التغذية خاري وداخل. أيوة. موجودة خاري وداخل. فالفرق الحين بين المزارع التقليدية والمزرعة هذه شو؟ الحركة. هاي أول شيء المساحة. هاي الفتشة هاي العودة. هذه مش موجودة في المزارع التقليدية. أه. ثانيا داخل البيت. نعم. عندك التقليدي يوصل إلى 18 من 18 إلى 22 دياية في المتر المربع. أه. نحن فقط عندنا دكتور. كم المتر المربع؟ 8 داخل 12 نحن عندنا 12 فالدياي عنده حتى داخل البيت عنده مساحة. أيوة. ويختار متى يبي يدخل داخل ومتى يبي يطلع برا على حسب الجو ياخذ حركته الطبيعية. هذه فكرة الفري رينج. ما شي ريحة حتى ريحة احنا جالسين وياك الحين شو تروح ريحة؟ ابدا والله. وشوف حركة الطير. ايش رايك انت؟ تلقيه؟ اي والله واحد يفر شوي قاعد هني. اي والله مكان فنان ويتقهوى ويطالع. انا تعال كم ماشي غدا هني غدا لا هي لك هذا حي وقت الذبح. اي غسلنا وحده من هالطباع تروم. وزنه شوف الله عليه ما شاء الله وزن والله. اي والله هو كيلو ونص هذه كيلو ونص الاربع شوف اندوته ما شاء الله. كم وزنها تقريبا عندك كل شيء الجسد وحده؟
والله شوف منتج وايد فنان. بس طالع السمانة. إيه شوف صدرها. سمين. هذه يوصل وزنها كيلو وستين. شو دخل السوسة؟ في التربية التقليدية. نعم. التربية التقليدية وين تقصد؟ في المزارع. بالبيوت المسكرات. هي هذه. بالبيوت المسكرات. نعم. الدياي يرقدون ساعة واحدة. لا إله إلا الله. هني لا من المغرب خلاص رقدت. يعني شرات الدياي ليه ربع اللي في البيوت. ليه في البيوت. وليه في المزارع التقليدية. ساعة واحدة وحد يرقدها نص ساعة. لا إله إلا الله. يبون هي سرطن. 24 ساعة أكل. ايوه نعم. ولا هني هذا النوع هذا الفري رينج ارقادها طبيعي من يدنا المغرب لين يد البيض سبحانك يا رب. يعني بس شوف الحركه اشعه الشمس كم المهم الضوء الطبيعي الضوء الطبيعي هل تعتبر البلاستيكات هذا قوي هذا شوف الشيء تبع الكلام مبين هذا طبيعي فكره جميله وايد ممتازه لكن يبالها حد يكون هاوي اهم شيء يكون الشخص هاوي للتربيه ويبغي ينتج في مزرعته شيء حلال في يدير حلال روحه وروحه يتلذذ هو يران ومن بيطعم كان بيبيع يبر العرب اللي يبغي يبايعهم ما بتبايعهم الشيء المتجمع الشيء اللي ما يتشاهد لا بتبيع وبتعطي مثل ما تعطي عمرك مثل ما تعطي عمرك وهل بيتك تعطي اللي بتعطيه تعطي من الانتاج الطيب الانتاج الزين الشيء الفنان هذا شيء فوق عن الزين زين يعني الله يطرح البركة بكل إنسان بيجتهد وبيطعم عياله ومن يحب ومن يود شيء طيب محمد الفقاسات وين مكانها؟ الفقاسات إن شاء الله جايات لكن بعدها ما إن شاء الله في غضون 5 أشهر بيكونوا جاهزات يعني الحين تسوون اتفاقيات حالياً إيه بنبني حق المزارعين نعم الفقاسات في نفس الوقت يا ساتين بنن نعم من يخلصن بيكونون بيوت المزارعين جاهزة نعم إن شاء الله هذا كله يبقى وقت وايد من وقت ما ييكم المزارع ويتفق وياكم ومضيت العقد كم وقت هذا كله يباله يعني نحن نتوقع في شهر 6-7 من السنة الجاية يكون المزارع يستلم بالسلسلة ومحمد الحين خليه ترمس ما عرفت العرب بنت منو أنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر فلاسة والله بالنعم الله يحافظك الله يحافظك يا أبو محمد سامحني ما عرفت العرب بكبر جزاك الله خير محمد منو الأعضاء المؤسسين في الشركة؟ شركة جنان. نعم. طال عمرك هم 3. نعم. محمد بن راشد العتيبة. نعم. أحمد بن عبد الله البلاسي. نعم. ومطر العام. نعم. وهي مساهمة ولا شو؟ لا شركة خاصة. يملكونها 3 أشخاص هذه والفنيين والإداريين والموظفين. هذول كلهم يشتغلون في الشركة. موجودين في ابو ظبي لو خارج ابو ظبي كله في ابو ظبي ولا مراكز الاعلاف اللي خارج الدوله هذه لا مراكز الاعلاف اللي في الدوله هذه تديرهم ادفكا انزين ادفكا انا ما اعرف ادفكا شو ادفكا جهاز الرقاب الغذائيه امارات ابو ظبي ايوه واللي خارج الدوله انتم تقومون بزيارات لهن لا المزارع المزارعنا هي طبعا لازم هذا اللي اقصد طريقها اللي في السودان اللي في السودان واللي في اسبانيا واللي في امريكا محمد في سر غير يعني خلالك عيونك شو سر نجستها العقال وخلالك ما عند غالي يا ربي بيجتلني الفضول تدري مخزن في تليفوني بعقال منشوس والله العظيم غير الاسم غيره زين انت منو بالله عليك عبد الله الشامسي زين وليش تصورني؟ انت شخصيه مهمه شو ياك علي؟ ها؟ قلت لي ما شاورتني يعني ايش اسمه شو اقول لك يا ريال؟ احرجتك صح؟ احرجتني والله سيف؟ هذا سيف شبله سيف يبي يصور مستحي؟ مستحي تعال ابو عبد الله يبي يصور تعال ياي ابو عبد الله تعال ياي تبغى تصور اشوفك هناك تعال ياي تعال عليك رفجلتي عليك رفجه السلام عليك كيف حالك؟ كيف انت؟ مرحبا ابو هناد كيف حالك؟ عمرك كم ساعة اشوفك؟ ابو هناد من هل وين ابوي؟ من العين والله والنعم وين في العين؟ ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك
هذا الحين هذا ما ما ابرك كم ساعه نفس اللي تعرف على الشباب الزينه الناس الطيبه اللي فيها اخوهم الله انتم ناس والله ونعمكم يعني الله يطرح البركه ان شاء الله فيكم في ذريتكم شو رايك المشروع شو تشوفه الله يجعل شو تفكيرك لك راده والله ان شاء الله شوف اي شيء فيه الف دار عرف انه طيب واي شيء يظهر من هالدار عرف انه طيب مره ما يجيد في العقل لانه ما يحج ظهيري غير ظهيري هي ما بظهيري لكن نمشيها الله يرحمه عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله مساك الله بالخير شو اسمك انت ابوي فوق راشد المسكين والله والنعم والنعم الله يحفظك وسنيد انت وين بزرعك هل انت من هو تربية في الدواجن؟ أنا في البكرية نعم. عندك؟ تسوي بيوت؟ نسوي بيوت نعم. شو تشوف حالياً أنت؟ هل أنت يتراوالي البيوت اللي أنت تسوينهم بغضت من شفت البيت هذا؟ صحيح بس يتعدلن. ليه عندك؟ أي نعم. يعني بيت جديد. لكن هل أنت ترمي إلى أنه ترتقي إلى هالمستوى؟ إن شاء الله أنا بربي هالديافرة. أخيار. نعم. ما أنت في نفوق عندك أكيد. صحيح. فيها نعم. فيه. 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 يوصل نعم. رقم كبير. 5% 6% هني أبداً. حتى 1% ما يوصل تبارك الرحمن. لا ان شاء الله احنا على نيه نغير النظام ان شاء الله على الفريفرين هذا ان شاء الله دجاج افضل من ذاك ان شاء الله مستحيل تعامل مع الجناب ان شاء الله. ايوه الطعم هني يختلف صحيح. والحجم والنوع صحيح. والفصيله ما بلا كثير يرجع للدجاج الاصلي هنا على الدياي العربي ايوه الحين يا ابوك روحي عن نفسي نادر ما اكل دياي من النوادر يمكن في السنح سنه اكل دياي شو السبب؟ لاني اجز شيء هرمون وابار مضادات حيويه مجهول ومعروف حتى زمان فالحين اشوف بدك تاكل دياي العربي نعم. دياي العربي انا لو بيحطون لي 15 رمت في جيلي يا رب ارحم قمص برج بيكون عبد هباء من ذولا نعم والله لا لا ما شاء الله ان شاء الله وان شاء الله العرب كلها بتستفيد من هالمنتج هذا موجود على فكره في السوق لكن سعره غالي 120 120 درهم الدياي الله اكبر انا ابوه لو بيطول عمري لا لا ان شاء الله ويستورد من الخارج الحين من داخل الدوله ومرابي قدام عينك وانت مطعم منه بتاكله انت بتطعم هلك وهالبيتك وبتبيع منه انا باذن الله ان شاء الله استعداد تعاون معهم ان شاء الله نربي هالدياي الله ييسر امورك أخي محمد السبوسي مساك الله بالخير شو الفرق التربية التقليدية اللي هي في المزارع العادية اللي تسوين هانقرات وبيوت مثل هذه والتسويق واللي موجود حاليا التسويق هو اللي يعانون منه المشاكل التربية التقليدية وعندهم البيع نعم تسويق التسويق بطريقة التجاري التاجر يأخذ الكمية كاملة اللي عنده ولكن التاجر دائما يضرب يدور الرخص يدور الرخص يضرب في السعر ايوه ويطلع صغار المربين خسران نعم وما يغطي تكلفة التربية اي نعم الفترة الحالية 90 إلى 80% منهم سكرهم لا إله إلا الله نحن نحاول ندعم الشباب والمواطنين نعم. والإنتاج المحلي بما أن المعلومة أن الإنتاج المحلي الإنتاج المحلي ما يغطي 30% إلى 40% نعم 60% 70% مستورد من برا نعم مقارن فنحن ليش مستوردين عندنا استطاعة والمزارع موجودة 90% من المزارع كلها مهيورات مهجورات هنا وحيوين دائما وصلنا للمزرعة هذه نعم. ألف مزرعة ومزرعة كلها مهيورات ماشي إلا شبوش وحليانة واللي بدأ مشروع الدواجن حد ما عنده خلفية كاملة على التربية واللي عنده خلفية ضربوا في السوق التسويق والسبه سبه طمع التجار أيوة كلم أنا كصغار ومربين بس كل مزارع هي هي وحين واللي بيسوي من هالنوع واللي مثلا بيطوف بالمطاف وبيقتنع في موضوع شركة جنان شركة اللي جنان تشوفها. هي بتبرد لك وهي بتتابع في الحالة الصحية والأمور كاملة وبتشتري المنتج من عندك بسعر ثابت بسعر ثابت وفايدة ثابتة من حول لين حول فايدة ثابتة ما يتغير معاك شيء
لمدة خمس سنوات. لمدة خمس سنوات، واعتقد اللي بيبدأ أنه بيكمل العشر سنين الجاية اللي بعد. سبحان الله. شكرا أخوي مشكور، ما قصرت يا سبوسي، على الله يحفظك ويبارك فيك، شعرك تسلم. أنت ناوي ولا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الله ييسر أمورك. أبو عامر يعني أبدأ ما علي سامحني دخلت عليك عرض، سامحونا شباب. هل تتوقع صندوق الشيخ خليفة بعيد عن هذا ما هذا الجانب؟ ياسين نكلمهم هذا ما اثنين من صندوق خليفة. وين منهم؟ هذا وهذا. ما شاء الله ما شاء الله. أبوي هذا أنت، أنت من صندوق خليفة. وأنت الحبيب؟ من صندوق خليفة. بارك الله فيك. حياك الله. زين شو قالوا ظن؟ قالوا هم يعني أمانة اللي بيسمح لي أتكلم بالنيابة عنهم، الجماعة مهتمين بعدين يدرسون الموضوع وإن شاء الله يعني قريبا يوصلون لاتفاقية نهائية يمولون فيها المزارع. عيبة ترتبح حتى أسعار المزارع. إيه والله. إن شاء الله. إن شاء الله. الجماعة يعني ماخذين الموضوع بأهمية وصالهم أكثر من سنة يشتغلون معانا. الفري رينج هذا دكتور اللي نحن فيه، مكان مال تربية الدواجن هذا، كم مساحته بالنسبة من المزرعة؟ 50×24 عدد دايمنشن، 50×24 50 متر؟ 50 طول و24 عرض. أيوة. هذا يستوعب كم كامل دي آي؟ يستوعب العدد 5000 طائر. الحين 5000 طائر؟ الحين 5000، لكن هو يستوعب أصلا 7500. 7500 طير في الدورة الوحدة. الدورة الوحدة اللي هي من 50 ل 70 يوم. 70 يوم وبعدين 3 اسابيع حسب الوزن اللي انت عايزه. ايوه يعني النهارده انت بتتكلم النهارده في وزن كيلو 600 جرام. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. هات اللي هناك النهارده 46 يوم الدفعه الاولى دي وزنها توصل كيلو 600 جرام. ما شاء الله ما شاء الله. ده اقل حاجه يعني في افراد 2 كيلو جوه. في 2 كيلو ها؟ في افراد 2 كيلو ممكن اجيبها لك دلوقتي. حبوب اياهن. أستاذ محمد الفلاسي أبو عامر، نعم. شو الفرق، شو الفرق بين اللي نحن فيه هذا والشيء التقليدي اللي موجود في المزارع العادية؟ المزرعة التقليدية أو البيت التقليدي تحصل الدياي محكرات ومحمد داخل البيت ومشغلين عليهن البيتات ليل بنهار ليل بنهار ويبونهن ياكلن، يمكن يحصلن ساعة ولا ساعتين بس يسكرون عليهن البيتات. أما هني العكس، بتشوف دبل المساحة اللي داخل محصلاتنها في هذا الحوش. شوف هذا الحوش كله يتمشن فيه ويطلعن فيه أول النهار وآخر النهار. سبحان يطلعن يتمشن يمارس الطير الحياة الطبيعية ويعرض إلى أشعة الضوء الطبيعية، مو باللي عايش على الليتات. والليتات اللي داخل نحن بعد ما يدخلن الدياي يسكرونهن يرقدن فيعيش الطير حياة طبيعية، يتحرك ويمشي ويناقز. هذه كلها يعني التربية الصحية الطبيعية اللي تعطيه الكواليتي، الجودة، المنتج الصحي. هذه الطبيعي يعني اليوم فيه عالميا يتكلمون عن حقوق الحيوان، ان كيف يشغلون عليه ليتات وكيف ما يخلونه يعيش حياته الطبيعية. هذه الحياة الطبيعية اللي لازم يعيشها الطير اللي كنا نحن متعودين عليها ناكل الدياي العربي. هذه الحياة. سبحانك يا رب. شكرا شكرا. العفو. بارك الله فيك. شكرا. ومحمد، ونقطة ثانية يعني مهمة جدا، ان هذا الدياي لا ياخذ هرمون ولا ياخذ انتيبيوتيك ولا ياخذ ادوية، يعيش حياة طبيعية من غير هاي الادوية كلها. هاي الاشياء اللي في الكوميرشل يربون يعطون ادوية ويضطرون يعطون انتيبيوتيك وتكون من مترسبات مثل ما شرح لنا الدكتور. نعم. موجودة في الطير، هذه مش موجودة. حتى بعد الطبخ تتم موجودة ترسبات؟ هي تظل الترسبات تتأثر، ما يقول لك الدكتور في ناس تتأثر بالحساسية والانتيبيوتيك. هذه لان الحيوان يعطى انتيبيوتيك يظل موجود فيه. هذا الطير هاي نوع من التربية ما في انتيبيوتيك، ما في أدوية ولا في هرمونات. ولا اللقاح شنتار؟ اللقاح هذا نعم موجود، لأن هذا مطلوب علينا من الأجهزة المعنية، من الجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. شنتار المتعارف عليه هذا؟ المتعارف عليه مثل اللي تأخذ أنت الشنتار. هي هي هي. نعم هذا موجود. نعم الحمد لله. شكرا جزيلا. العفو. شيخ دولة ما شيء؟ يا الله تلغديت ريالة. جزاكم الله خير. شو الفائدة الصحية دكتور للصوم مع هاي العودة؟ خزن العلف، استخدام العلف، مداولة العلف بالسايلو. نعم. لها ميزات. أولا تحفظ العلف وتبعد عن القوارض. نعم. الجرذان والفيران وغيرها، وهذه عادة ما تكون سبب في واسطة لنقل الأمراض للدواجن. ثانيا يعني لا يتعرض العلف إلى ظروف يعني خزن غير
رطوبة عالية أو حرارة، حرارة طبعا هي نفس الشيء، فهذا هو يتم خزن العلف في هذه الطريقة أفضل، بهذه الطريقة أفضل. المداولة سهلة، سواء المداولة لداخل الحظيرة أو عندما يعني تنقل العلف من مصنع العلف. تفضلوا على الغداء يا أخواني، تفضلوا اللي بيتغسل. فهذه حقيقة ننصح المزارعين أنه يستخدموا هذا النظام، يوفر الستور ويوفر. مشكور يا دكتور. أقول لك سبوسي هذا منو عيال؟ هذا منتج طيور في اسبانيا. إيه أكبر مزارع حاليا. شو هذا المشروع؟ صديق ربيع كنتي؟ نعم ما شاء الله. وينا هني وأنا بعد من هذا الطريق. ما شاء الله ما شاء الله إلا الله يحفظك وبارك فيك إن شاء الله. تدري أنا ما خليت حد ما خبرت إنكم مسوين دياي ذابحين بتذبحون دياي ما أدري شو. دياي في المعرض أبو محمد. متى؟ 12/12 لين 14/12 في المعرض. المعرض هذا بيكون خاص لكم انتم؟ ها لا لا المعرض هذا حين نحن ما سمعنا. شو المعرض هذا اللي ترمسون عنه تطرون انتم بتكونون بتشاركون فيه؟ معرض سيال للاغذيه. متى بيكون موجود؟ 12/12 الى 14/12. هذا تابع لمنو؟ هذا منظمه يعني برعايه جهاز ابو ظبي للرقابه الغذائيه، ونحن رعاه بعد دايموند سبونسر موجودين وعندنا جناح كبير. وايدات الشركات اللي بتشارك ولا الا انتم؟ لا في شركات كثيره بتشارك هناك. والله نعم نعم. ليكون اللي استوى العام. اللي استوى العام ايوه. سنين حضر فيه الشيخ محمد بن زايد الله يطول ملك العمر. المغرب تبارك الرحمن يعني الله يحفظهم ان شاء الله. امين يا رب امين. وان شاء الله ان السنه إن اذا حصلوا فاقه بي. وين تبى ابو محمد؟ انا بابوي هناك في مسجد المشواي. كيف حالك؟ من وين انت؟ دكتور شو المعلومه اللي تبغى تري عنها؟ معلومات الدواجن مقاومه للامراض والحراره. اي لكن هاي شلون يعني نقدر نقول عليها زي الجمل. يعني الحين يوم بتذبح دياي من هاي كانك كانك عاجر حوار. هي والله بالنسبه للدواجن الدياي لعالم الدياي ديايه الفري رينج عن حوار من اي نعم صدق والله نعم في عالم الدياي عباره حوار. اي نعم سبحانك يا رب. اي سبحان الله. رحين الجماعة كلن يعرفك وكلن شافك. اول عقلك شم لو سمحت. ايه. عقل النظارة. عقل النظارة. زين. ايوه. الحين العرب يبون يعرفونك انت منو. انا الدكتور عبد الاله حميد محمد التكريتي. والنعم. والنعم. من اصول عراقية او ما. اصل عراقي من مدينة تكريت. والنعم. وظيفك. وظيفتي. سابقا وحاليا. وحالي سابقا تدرجت في الوظيفة إلى أن أصبحت وزير زراعة. ما شاء الله ما شاء الله. وحالي أول وزير زراعة في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيسها إلى اليوم. ما شاء الله عليك. نعم. وحاليا أنت في جنان. حاليا المستشار الفني الأول في شركة جنان للاستثمار في أبوظبي. كفو 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 يا جماعة كلهم يتشرفون فيك. حياك. كلمة للدكتور. نتشرف فيه الدكتور وإضافة كبيرة لشركة جنان. الله يحفظكم ما عليكم زود. الله يسعدك. الله غني وكثر غير العافية. مشكورين فالله شر والبلاء ما قصرتوا. كل بياض وجه وكل زين وكل فنان وكل غاوي يعني الله يحفظكم. عبيد يوم 10 يوم 10 مشكورين. زين تعال ياي حين حين بنكراز. زين وانت عبيد مرا هالرجال في النصيفة بس ما طاع الرجال يخبرني منو. هذا كريستيان ربيعنا من اسبانيا. هي. وبريدر ينتج طيور في برشلونه طيور شواهين وحراء وبيورات. هذا الرجال هذا الرجال ما شاء الله كبير طيور انتاج زاد اشوف عين الطير عين طير مطلع. نعم عينه عين طير مطلع صقار من الاولى. اي ما شاء الله. وهذا حلو ليش جاي الامارات؟ يا زيار يسلم علينا ربيعنا من زمان من زمان تعرفون. اي اي جاي يسلم وهذا مبروح ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. قول كلمة بالإسباني. Say something in Spanish to the viewers. Buenos días. عامر محمد الرجال اللي اتصل لك قبل كم من يوم؟ البارحة. البارحة شو يبه؟ قال لي محمد أبا أنتج مليون طير عندكم في الفري رينج. انزين. قلت له
يعني نحن يشرفنا أول شيء اتصالك وأنك تبى تشارك ويانا، لكن نحن هدفنا العدد الأكبر من المواطنين. نحن لو نبغي كنا سوينا في مزارع خاصة ولا خذنا أرض عودة وسوينا المشروع كامل، لكن نحن نبى كل مزارع مواطن يكون عنده بيت مشان ناخذ العدد الأكبر من المواطنين، هذا هدف. كل مواطن يستفيد، وكل مواطن يستفيد ويشغل نفسه. نعم، يشغل نفسه في الشيء اللي فيه فائدة حقه. صحيح. وحق هالبيته. نعم. ويدخل رزق. صحيح. وهو شوف أبو محمد، المزارع نفسه هو أول كاستمر للمنتج هذا. سبحان الله. لأنه هو بيربيه وهو اللي بيرد بيشتريه. شوف هو أنت. هو اللي بيرد بيستفيد منه. أكيد. نعم. أكيد. يا أبو كلنا نسيت العقال كم تسوى. الله العظيم. الله يحفظك. رقم كبير من المزارع، شوفوهن، رقم كبير من المزارع كلهم مهيورات ما فيهم. ها شوف شوف رقم كبير من المزارع كلهن ابوي مهيورات ما فيهن ابوي غير الكلاب اللي تعوي. ها رمت وما ادري شو يدرات متهشمه اسبوكه حليانه وطايحه. ها وجليل اللي مهتم في مزرعته، هذا اللي هنمونا عند المزرعة ما شاء الله، مفروض انه يستغل الوضع وايد زين. والله المها مزرعة كم كبرها، تغني يا ليل ومهمشة، هاي تحطها وتفتح فيها بيت العامل، وبتكون روحها تكد على عمر هالمزرعة، روح ابوي بتسد مصاريفه.